صباح الفل يا معلم، عامل ايه الاخبار؟ كله تمام. بص، هو الموضوع بتاع حلقه الفيديو ده صغير جدا، لكن يعني كان لازم نتكلم فيه، اللي هو محاوله نادي الزمالك دايما 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 ان هو يعني ايه ياخد لعيبه النادي الاهلي، سواء كانوا خلاص اللعيبه دي مشيت من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي رفض تماما ان هم يرجعوا اصلا، او ان يبقى لاعب موجود عقده مع النادي الاهلي زي صلاح محسن كده مثلا وعايزين ياخدوه ويقوموه على النادي الاهلي وبتاع. اللي حصل ببساطه شديده جدا ان في فتره الانتقالات الحاليه اللي احنا فيها دي، نادي الزمالك بيفكر جاهدا بالتعاقد مع رمضان صبحي، منه ان هو يعوض رحيل بن شرقي، منه ان هو صفقه مدويه جدا بالنسبه لهم، يعني هو لعيب حريف وكل حاجة، لكن خلاص هو بالنسبة لنا الموضوع وانتهى، يعني ما بقاش موجود. المهم، فنادي الزمالك أعرض على نادي بيراميدز 1.5 مليون دولار، وعرض عليهم يوسف أوباما، وعرض عليهم عبد الله جمعة فور فري مقابل إن هم ياخدوا رمضان صبحي بعد ما عرفوا إن بيراميدز خلاص عايز يبيعه. وبيراميدز ليه أسباب برضه إن هو يبيعه. بيراميدز لما جاب رمضان صبحي كان بيديله الرقم الكبير ده، كان عشان بس هو جاي من النادي الاهلي، يعني ايه غيظ بيغيظ بيه بس النادي الاهلي، فاداله مرتب كبير قوي واداله حاجات كتير قوي، وشايف ان هو مش عارف يستفيد منه بالشكل اللي هو دفع فلوس كتير قوي عليه، فقال لك خلاص انا اوقف الخساره الماليه اللي انا بتعرض ليها وابيع رمضان صبحي. فلما جه عرض نادي الزمالك زي ما قلنا 1.5 مليون، وهياخد 2 لعيبة نوعا ما من وجهة نظر نادي بيراميدز ومن وجهة نظر نادي الزمالك، الاتنين كويسين، راح قال اوكي بيراميدز، مسؤولين بيراميدز قالوا اوكي احنا عايزين نبيع رمضان صبحي بالمبلغ ده. الخازوق بقى ان رمضان صبحي مرضوش،